بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان مباركا فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خيرا من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. طبعا بالنسبة حق رمضان في الدوحة أو أعتقد في مغالب الدول العربية، هو يكون فيه لله الحمد تركيز على الطاعات والعبادات وعلى حث والحث الخير وفعل الخير والصدقات والصلاة وقراءة القرآن وزيارة الأهل والأقارب. إحنا الحمد لله عندنا هنا في الدوحة دائما ما يكون في الليل اللي هو العزايم أو القفقات في الليل، وتكون في بعض الأنشطة الرياضية سواء من الأشخاص أنفسهم أو تجمعات. فلله الحمد والمنة، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يعيننا على قيامه وصيامه، وأن يرزقنا إن شاء الله التوبة النصوحة في الشهر المبارك.